السلام عليكم الشباب، تبارك الله عليكم. فوقاش ما شي واحد شد شي فيزو شي فيزا، صراحة كيفرحوا حتى حنا كنفرحوا معاه. كان المهم كنعتبركم بحال خوتنا صغار، المهم وليداتنا ان شاء الله مستقبلا. معايا واحد الضيف عزيز، سيدي سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم سي حميد، شكرا على الاستضافة. نجيب سعيد اليوم حصلت على فيزا تكوين المهني أوسبيدوك في ألمانيا بفضل الفريق ديال سي حميد والتجربة ديالو والحنكة ديالو في الميدان. استطعنا إن شاء الله باش نرجعوا لهذا الميدان الجدار المستحق. شكرا سيدي سعيد. تما واحد الشخص ما ننساوش، سي نبيل. سي نبيل كيسانير معروف، سي نبيل بليبن في الميدان ديالو، حتى هو كيساهم معنا وكيعتبر من جنود الخفاء ديال هاد الشيف ديال هاد الميدان. الحمد لله وساهم معنا، وصراحة مش بشحال من الإجراءات اللي وقف معايا فيهم. سوبر عزيز سعيد، خص مازيخت. مازيخت دو ماينيغ كوموند دراسة الحكمة، تتعطم قرات باش تلقى فهمني. الله سي ربي ود الفيزا، الحمد لله سي ربي ود الفيزا. ما تو غادي نشان الصعوبة تاع عزيز سعيد. لا ما كتزاد كلشي، الإجراءات عادت عادية سي حميد الحمد لله. ندفع في حقاك يفوت تسريع ديال الوقت، ايوا السنين واحد كاع فيزا ناخذ ندا الحمد لله باش بقيت واقف. بل ما تفطيها ان شاء الله. ان شاء الله يجي سيمانة الست ساعة وانت نهار الجمعة ان شاء الله. اشي السوت سيدي عبد العرخات، شكرا سوت السعيد. اولا الثقه، وثانيا نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله به المسيره ان شاء الله بيد ان شاء الله. يا شكرا عزيز سعيد، كلمه كار. تنصحكم تنصح كنا في مدرسه الحكمه الصراحه، تقديم الغرض نوم بكل امان وثقه. الشباب تبارك الله عليكم، كلمه امازيغيه دارجه ولا عربيه، والحمد لله مكونان من الثقافه المغربيه. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك، والعقبه ان شاء الله اللي باقي كيتسنى الدور ديالو. السلام عليكم ورحمه الله.